خلصت الحفلة ولسه هدول الاثنين ما طلعوا من مطبخنا. صار لك ساعة على الشباك، شو عم بتساوي؟ ولا شي، عم بتفرج لعند بشير. ليش طلع من الحمام؟ ايه من زمان. مين؟ أنا. ارتحت شوي يا ابني. احكي لي شو صار. أنا بعتذر كثير عم سليمان، بس مو بإيدي. لما شفت هداك الكلب عم يضايق لي نهال، ما تحملت حالي. ولا تنسى المشروب له تأثير كمان، كان فيك توقفه عند حده طبعا، بدون هالضرب وبدون هالمشاكل. انت مثل ابني، احكي لي لشوف اللي شو مشكلتك. ما في شي. يلا احكي لي لشوف، انا مثل ابوك، احكي بلكي بلاقي لك دواء. انت عشقان ما؟ ومين؟ اكيد بنت الملك، مو هيك؟ هي فوق كتير، كل ما برفع راسي عم شوف صورتها بالسما، واذا بمد ايدي ما بمسكها لانها بعيدة، والشمس عم تحرق لي عيوني، ما بقدر اطلع فيها. طبعا أنا بعرف إنه هالشي مستحيل، بعرف ما رح تكون لإلي. أحياناً بقول بدي سافر، بس دائماً في شي عم يمنعني، ما عم أقدر أتركها وأمشي. ما عم أقدر أتخيل حياتي بدونها. عم أقول حتى لو ما كانت لإلي، بس أنا رح ضل جنبها، وهالشي ما بيكفي، ما بيكفي. يا ابني، العاشق ما بيطلب إلا يلي موجود بإيده، بيقول المثل يلي مثلنا تعول عنا. روحك المجنونة صار إلى جناح وعم تطير بالجو. بعرف شو ما حكيت ما رح أقنعك، بس لا تعذب حالك أكتر وأنت بتعرف إنه هالشي مستحيل يصير. كل نار بس تاخد حدها أكيد رح تنطفي، وهذا فؤاد أحياناً هو كمان بيشتعل. بقصد إنه نحن لازم نطفي الحريق قبل ما يتحول كل شي لرماد، فهمتني؟ اسمعني، سعادة مو هون، هون. وانت اكيد ولد ذكي كتير، فكر بعقلك وما رح تندم بنوب. حبيبتي خلينا نروح. عدنان بيك ماني شايفته، وين راح؟ والله ما بعرف، يمكن طلع على الجنينة مشان يغير جو. قلت لكم انه متضايق. خلينا نقوم قبل ما تبلش ماما. فيروز خانم، بدك مني شيء قبل ما اروح؟ ما بدي شيء، انت روحي نامي. تصبحوا على خير. اذا ما شفناه لعدنان بيك سلمونا عليه. عفوا، عدنان بيك قاعد بالورشة مع لميس خانم. شايفة انه الروحة على الورشة بالليل صارت موضة بهالبيت. بعتقد انه في موضوع لازم يحلوه. مهم.